تجمع الأهالي أمام ابتدائية ابن خلدون في بلدية ولاد حمد معبرين عن استيائهم من حالة الرصيف الذي تم تبليطه حديثا بطريقة لا تتوافق مع المواصفات القانونية. ها هو شوف يشغل مسيب دولي ويلبر ما بدل ما كاش كيش فسح هذي فسح البرة خدمة نتاع 15 يوم خدمها في تقريبا بين عشية وضحاها مشينا طلعنا للفيلا جينا لقينا التريطوار كاع راكب يعني تركيب نتاع غش. جينا تفاجئنا صبنا الكلاج الدار البوست نتاع تريسيتي يبان الباب ما يتفتحش. ما على كل حال لا اله الا الله محمد رسول الله يعني خدمه لا يرتاله. بالنسبه للرصيف راه موضع على الارض نيشان يعني ما راهش محطوط على لي نورم وزيد بزياده راهو مع الطريق يعني التلاميذ نتاعنا راهم فيها في ريسك كبير قادر في ايوا مسيره سيارات قادر في اي لحظه ينهار ولا تضروا الاطفال نتاعنا ما كان المقاول ما غاديش يتحمل المسؤوليه نتاعها. كما اكد الاهالي على ضروره متابعه الجهات الرقابيه لمثل هذه الاعمال لضمان تنفيذها بالجوده المطلوبه. كيف اركب ربي يعلم يعني باش يعني انت راك مقاول اخويا وعندك الكاي الشارج نتاعك كي تخرج راك قاري الدوفا اخويا وقاري المعايير اللي تخدم بها اخويا. حنا ماذا بينا كي الانسان اللي يجي يخدم لينا اخويا بلي نورم اخويا. بغيت تخدم بلي نورم اخويا الف مرحبا وسهلين بك. ما بغيتش تخدم اخويا ما تهزش الكاي الشارج من مهما من مديريه البناء والتعمير ولا سواء من بلديه ولا من اي مؤسسه. لاحظنا انه وفق الانشغال انه البلاط كانوا يركبوه بطريقه مختلفه للمعايير المنصوص عليها. احنا الحمد لله بلغنا المقاول وكذلك العمال نتاعو وكل الجهات الوصيه انها تكون في نفس المسار انه ازاله البلاط واعاده تركيبه من جديد. استجابه الجهات المعنيه لمطالب الاهالي وتاكيدها متابعه المشروع، لكن تبقى امال الاهالي ان يتم تنفيذ المشروع وفقا للمعايير المطلوبه.